منذ عقود بعيدة كانت البيوت في دوعن حضرموت من أهم معالم المنطقة، الآن أصبحت منازل مهجورة معرضة للاندثار والهدم نتيجة عوامل الطبيعة كالأمطار وغيرها، إلى جانب هجران سكانها لها وهجرتهم إلى خارج البلاد. لا تزال المنازل في مناطق دوعن بحضرموت المتضررة من السيول تعاني الإهمال والاندثار، ومنذ سنوات طويلة واللجان تقوم بالنزول إلى المكان وترفع التقارير ولكن دون جدوى. هذا البيوت انزلاقات سببها المجاري حق المياه، وبعض البساتين ملقينها فوق البيوت، هذا سببت إلى هدم هذا البيوت حوالي 50 بيت. هذا البيوت الذي فلتت نتيجتها البساتين والأشجار الذي لقوها طالع البيوت فوق، سبب الماء هبوطه إلى هابط البيوت وانهارت وصرته إلى القتل ده ولا الأخرى. كل ما جاء وفد صور وروح، جاء وفد صور وروح، وعليها ولا لا تعويض ولا ده ولا الأخرى. المباني الطينية التي في مناطق رباط باحشن والوادي بشكل عام التي انهارت في فترات سابقة، هناك بيوت انهارت في نتيجة الأمطار والسيول في 2008 بلغ تقريبا عددها 140 بيت، إضافة إلى بيوت فيما بعد 2008 في منطقة رباط باعشن. هذه البيوت انهارت فجأة بدون سابق إنذار نتيجة لعدة أسباب: عدم التخطيط الحضري في المنطقة، وعدم التصريف الصحيح للمجاري، وكذلك كثرة الآبار في المنطقة، إضافة إلى ما قالوا أصحاب الجيولوجيا بأنه هناك فراغ جوفي تم في باطن الأرض تسبب في هذا الانهيار. 140 منزلا تقريبا تضرروا من السيول التي حدثت العام 2008، و50 منزلا حديثا تعرضوا للانهيار والضرر في السنوات الأخيرة، وجميع هذه المنازل لم يتم إصلاحها وتعويض الأهالي حتى الآن. خرجت عدة لجان وتم تشكيل لجان، وأمر المحافظ السابق عبد القادر هلال بأن يضموا البيوت اللي سقطت في رباط دمرت في ما بعد 2008 ضمن الكارثة حق 2008، وفعلا تم إدراجهم وإعطاهم تعويضات بسيطة جدا يعني من 100,000 ريال يمني، وبعدها لم يستلموا نهائيا أي مبالغ ولا أي تعويضات في من خلال هذه الكارثة، لا للأخيرين ولا للأوليين، اثنين فقط من عدد 150 اللي تحصلوا على تعويضات جزئية، أما المباني الكاملة فلم يتحصل أحد. الناشد السلطة المحلية بالمحافظة وبالمجرية أن يسعوا في أن يعوضوا هذه الناس لأنهم صبروا الكثير والكثير والكثير من 2008 إلى اليوم. البيوت قديمة وأثرية ولها تاريخ كبير، وتقع في الوادي الشهير والخصيب، ولذا يتمنى الأهالي أن يتم إصلاح منازلهم بذات الطريقة وذات الطابع المعماري الأصيل.